ثالثا أنه قال: وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، يعني ليس لي ولا لأحد من خلقه، وإنما هو منوط بالله سبحانه. وكذب الوقاتون، فليس من حق أحد أن يعطي وقتا معينا أو أن يسأل عن وقته، كما الآن بعض الناس قالوا أن وقت الظهور قريب، فإنه كذب ومما لا دليل عليه.